أعزائي مرة أخرى المشاهدين، وأرحب بضيوف الكرام من هنا من الاستوديو، الدكتور أبو بكر بن قاسم الأستاذ الجامعي في جامعة المرقب أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد، والدكتور طه بعر الخبير القانوني. شكرا جزيلا لكم على حضوركم. في نهاية الحلقة سيكون معي الدكتور فرج بونطاري وزير المالية في حكومة الوفاق. موضوع حلقة اليوم ونقاشنا اليوم هو الحوالات المباشرة التي يجريها اللي يفترض أن يجريها التاجر من حسابه المصرفي داخل ليبيا لتغطية مشترياته خارج ليبيا من النقد الأجنبي. القانون عرف التاجر اللي يجيب الحاويات هذا تاجر الفرد، لذلك هناك فارق كبير ما بينها في القانون التجاري ما بين تاجر الطواف والتاجر الفرد. القصة مش في التاجر، المستهلك الأخير هو المتضرر حقيقة، وبالتالي الأثر حيكون بشكل مباشر. هذا لو استثنينا الأثر الأخرى حقيقة، بكل أحوال هي سوق سود من تاجر كبيرة، سوق سودة يعني هذا موضوع يعني. إذن هي طرق غير مشروعة لبيع العملة الصعبة، وبالتالي غسيل الأموال، تفتح للتهريب، تفتح لاستجلاب السلاح، تفتح لكل الأمراض دي خايفين منها. الموضوع ليس فقط رأفة بالتاجر الصغير ولا حتى المستهلك، الموضوع أكبر من هذا. أنا أعترض على من يلوم على وجود سوق موازي بجانب مصرف ليبيا المركزي. ليس جهة ضبطية، هناك جهات مختصة في الدولة. لمصرف ليبيا المركزي حق منح الإذن لمزاولة هذه الشركات. لم يبقى سوق سوداء، حيبقى سوق أبيض، لأن هذا السوق سوف يمنح تراخيص، سوف تجرى عملياته تحت إشراف ورقابة مصرف ليبيا المركزي. أعطيني سبب واحد يخلي المصرف ليبيا المركزي لا يفتح التحويل المباشر لصغار التجار. المصرف المركزي لديه الإطار القانوني المحدد في أن يرخص لهذه الشركات في مزاولة مهنة الصرافة في قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، محدد فيه سبب فيها التحويلات الحرة 500,000 في السنة لكل تاجر. الشراء أو البيع من السوق السوداء عمل شرعي أو ممنوع؟ رماه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، عندي رخصة ما نقدرش نشتغل بها شيء. مصرف ليبيا المركزي لم يمنع هذه الحوالات المباشرة ولم يصدر منشور بهذا المنع، قرار إداري سلبي من مصرف ليبيا المركزي. التزام التجار بالتحويل من خلال القنوات الرسمية للمصارف، وهذا الشرط لم يتم الالتزام به ولم يتم تطبيقه لسنوات. لما جينا وفعلنا هذا القرار في سنة 2018 طلب منا مهلة لتنسيق الأمر مع المركزي، وبالفعل تولت وزارة الاقتصاد هذا التنسيق وبعثت رسالة للمركزي مرة واثنين وثلاثة، ولكن لم يتم الاستجابة لهذه الطلبات. القرار لا يلغي قانون، نص قانون، المادة 1201 هي جزء من القانون التجاري. القرار لا يلغي هذه المادة، ولكن مراعاة للظروف اللي كانت تمر بها البلد وعدم جاهزية المركز في ذلك الوقت، وعطينا مهلة لنهاية السنة لدراسة هذا الموضوع، وتم تشكيل لجنة بالمناسبة مشتركة بين الاقتصاد وبين الجمارك والمصرف المركزي، وجلست هذه اللجنة لأيام ولكن لم يصلوا إلى نتيجة مع المصرف المركزي لحد هذه اللحظة. نتفاجأ منذ أيام أن الرئاسي إصدار قرار دون التنسيق مع المالية أو الاقتصاد، تمديد لمدة سنة كاملة لنص قانوني، وهذا مخالف كما ذكرنا للقانون والتشريعات. زيادة الفساد وتفشيه في الدولة هو السبب الرئيسي بالحوالات المباشرة. موضوع غسيل الأموال موضوع خطير وحساس، وأدى كما ذكرت إلى زيادة الفساد في الدولة الليبية. التاجر لن يتجه بأي حال من الأحوال للمصارف التجارية، فإذا حكينا عليه أقل تقدير 10 مليار دولار نحكي عليه حوالي 40 مليار دينار قاعدات في السوق لن يتم تحويلها للمصارف التجارية. كلام خطير في منتهى الخطورة، وزير مالية يتكلم على تمويل إرهاب، يتكلم على خلق سوق سوداء، يتكلم على غسيل أموال، يتكلم على فساد، يتكلم على نقص سيولة وزيادة زيادة في الأسعار. مكرها أخاك لا بطل. ما قام به معالي وزير المالية هو قرار شجاع وقرار جريء. هل الحكومة تستطيع تشكي في المركز المصرف المركزي لعدم إنفاذ القانون؟ سيضطر الحكومة لمخالفة القانون؟ أنا شخصيا أعتبر بأن هذا حق للتجار. صحيح. ويجب أن تتشابك وزارة الاقتصاد مع المالية مع الحكومة للضغط على المصرف المركزي لفتح هذه الحوالات. لو كان تم فتح التحويل المباشر لصغار التجار هل حتنخفض أسعار السلع؟ أكيد حتكون فيه انسيابية.